ورعاني السيارة، لكن اليوم عطيتهم. ايش تبغى نسوي؟ غصب. الله يجدني تعطيك قلبي. اياك. هذا العين، هذا والله الشيخة. هذا والله الشيخة. بسم الله عليك. خل نوقف الهلوكسات هنا. أهلا الهلوكس اللي خذ. بسم الله عليك، بسم الله عليك. وقف وقف. خلاص خل أجله. هذه هلوكساتنا. هذا هلوكس. هذا مصاف. حايد العيب. هذه ندري معمول ظني. حايد العيب. معمول إيه؟ أنا أطالب بأن شيخ القرية يستمر إلى آخر يوم. طبعا الحين يا جماعه الخير بنعبي بنو نعطي إيه؟ انا نفخت واحده وهم جرت. دقيق معاونينك ماني ابو معاونيني شكلي بغيره. حطني حطني مادري. انا صاحب 20 ساعه فاشلين. وش تشوف البلونه؟ ما ادري بلونه ما ما ادري. لا دقيق طلع من هنا. لا مسكينه ممكن عليها. ها شو يقول؟ ايوه هم انقطعت تقطع السلبه وما تقطعت. لا ياخذه لعب علي. اشتهى يا لعب علي. تقطعت فيه اخو العيون. حلو حلو. اهم شيء فعاليه الحلو المصاص عيال الله ياخذه. والله اني ارجح له 37 ريال حرام. سم رونالد 30. هذه شغاله امسك. شغاله؟ اي سلام. هذه شغاله امسك. انت خذ خذ لك حلو. هذه شغاله امسك. يلا البنات هذه بنعبيها مويه بنصحي الناس. هي خليها تعبى هو بعدين تعبى ما تعبى. امسك نفخت واحده انفجرت في ثمي. امسك امسك. عادي عادي وكذا لان بيطير. ايش نبي؟ لا لان القوه تولد انفجار. يلا يا منيب عطني صدج. هالنوم ذا ايش المتسابقين الفاشلين؟ ترى بغيرهم يا اخي. ولا واحده شغاله. ايش البالونات ذي؟ تخيل اخر يومين في البرنامج. يلا يا عيال متسابقين دخلنا جديد. هات 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 قرر سمع منه هيك. يلا تعال 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 صحيح. يلا منيب روح. ايه واحد يا منيب. منيب ابي صدى يدخل في هذه بالربع. يلا يا عيال اصحوا يا عيال. شل تسيب يا فاشلين فاشلون عند القناة الثانية. اصحى يا نايف. تقول بكرة للنسخ الثانية. اقول اني كنت مع نسخة تحب تنام. ايش دعوة؟ ايش دعوة؟ شنو هذا؟ مين؟ معي حد يانا؟ يا معودين شوفكم ما تسولفون مع بعض. ليه ما تسولفون؟ ليه ما تتحركون؟ نسولف بس احنا نحتريك تجي تجلس الله يحييك. معودين. كيف تشوفون الى الان التكمله كيف حلوه ولا؟ والله شوف التشكيله جدا جميله. فانتاستيك. اي لايك. مبسوطين. اي لايك. بيرفكت بيرفكت. الدخوليه باذن الله بتكون ما بين 11 ونص و1 ونص. طيب نشوف عندنا حاجه بسيطه. طلب بسيط. اسبوع مليان بالطلبات نجلها الى وقت الدخول. وشو؟ سماعه. سماعه ما في مشكله. شوف لك سماعه. استريح استريح استريح. ريح ريح والله تخليها. والله خليها. نظف نظف. خلها. امسك 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 امسك. اي شيء حط. هذا هادي. اي شيء حط. لا هادي ذا. معلم معلم. جب 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 عشان نستمتع. جب. خشينا. يلا اصحى يا عايد الحارثي. حط الكاميرا عليه يا مخرج. يا مخرج حط الكاميرا على عايد الحارثي. شوف التسيب. عزيزي وين النشاط؟ توني صاحي. ما في شيء اسمه توني صاحي يا اخي. يوم يا اخي الان لازم تستمتع. في باقي كم؟ 18 يوم، لازم الواحد يستمتع فيها. بحت. لازم تعيشها بلذاتها وباشياءها الحلوه. يعني طيب اوكي عشان تروقون. شو نسوي؟ لا لازم اخليكم تروقون. انا شربت تسيل. احط لكم ثلج انا. اقسم بالله لا صح صح بكم يا شيخ. والله العظيم لا خلي النسخ الثانيه يتكلم عنه بكره. كفو ملهي. بشير والله بالسعد. بشير والله بالسعد وانا اخوكم الكبير. تفضلوا طاولة الاجتماع. طال عليكم. اسمع اذا ما عندكم شغل يعني. اسمع بس دقائق. اذا تبون نجتمع يعني هذا جايب لكم كاسات اكواب خاصة لكم. بالثلج ومرتب لكم الامور كاملة. ابيك عيشوا مرتاحين، عيشوا استمتعوا في اجواء القرية. 18 يوم يا اخي استغلها يا اخي. ليه ما تستغل؟
ليه ما تستغل 18 يوم هذه بإيجابية؟ يا طيبك طيب واحد الشيخ. شرب السعد. يلا يا عيال يا معاونين وينكم؟ أنا معاونك. أحمد بسام هادي. يلا. يلا قوموا. قم يلا. يا فاشل. يلا يا فاشلين. تعال أبو فهد جيب معك ثلاثة ذمتو وجيب الكاسة. جيب الحلاب. أنتم معاونينك يحتاج لهم معاونين. لازم نخليكم طيبين. فهد تفضل تعال. يا شيخ القرية. تم. بروح أشيك أشوف في باقي أحد برا وأجي. لا لا تعال تعال. بشيك وأجي. استماع ضروري. بجيك. استماع لا يؤجل. يا أخي بشوفهم في أحد ما جاء. يلا معك نص دقيقة. تعال. إذا ما في أحد إذا ما في أحد إذا ما حد جاب أشوف وأجيك. يلا شيك شيك يا أبو عشق شيك. صح صح يا فاشل. يلا يا فاشلة يا نايم يلا يا فاشلة يلا يا يا غبي بيني وبينك يا عزيزي انت شخص يعني استحي اغلط عليك العموم حتى لو انك خطا اقول انك صح الله يرحمه قيس لا انت ولا فهد القيس يا اخي الى متى يعني ما تقارن فهد القيس معليش يعني بس انا اشوفكم يعني ما شاء الله عليكم دقيقه خلي سمت على جنب يعني ما شاء الله تبارك الله فيكم ايش اخلاق عاليه انا تعبان تعبان انت؟ ايه راح تسمي ايش تبي؟ سر قليل ندب شوي بس؟ اي تاكل ليه؟ عشان انت تعب اللي شفت المودعين ايه لان انت ما اقدر تناقش يا اخي احس اني غلطان حتى لو اني انا صح وانت اخطيت علي احس اني غلطان انا احس الحين غلطان احس انت شوف مو والله يا ابو ملحي انت ما تخبري مني يوم قعدنا برا نيا اي وش فيه؟ فضلت خلاص لا مو يومين برا يومين طلعت فوق طب خلاص انا بقول لكم شيء هذيك خلاص اسمع اسمع راح الكثير مع البقلق صدقني حنحط الطاقي هنا راح كثير مع البقلق خربوها يا عيال احنا وش تبغى نسوي؟ دخل جوالات جوال اهم جوال ايش بتخسر؟ جوال ايه امر بسيط جوال واحد 2500 هروب مره واحده ما في عليها استبعاد بس وش اللي افضل؟ ها عبد المحسن جيت وجابك الله تعال افضل جوال وش؟ لا جلكسي الشحن ما يخلص وعليكم السلام اهلا اخوي اهلا اخوي عبد معليش اهلا اخوي والله اسلم عليكم تفضل صوتك عالي تستحق يطول عمرك تفضل عطف عطف الحلاوه تفضل اخوي ناد العب مرحبا كيف الحلاوه؟ ناد بسام اقعد الحين قاعدين نجتمع مع اشخاص مليانين نقاط صح قبل لا ينجون غير منضبطين يا عيال اقسم بالله انا اقدركم يعني رغم نقاطكم عاليه اسلوبكم يا اخي فرد انا اقول اليوم ومن بدايه اليوم اللي هي الشيخه من بعد الدخوليه وتبدا فعليا ابي منكم طلب خربوها يعني انت مره والله انا اقدر جهودك وقدر اهتماماتك حلو وقدر ما تسويه من هي حلو والله طيب الله وجهك وش النادر على خشم بالدوري وش عندك مصيبه بتسويها اي وش بهرب واحد من اخوانك بالدور ها بهرب واحد من اخوانك اخوان واحد من اخوانك تجيبه يعني فكره بس انك نبي اقوى نبي اقوى يعني لا هم خاصمين عليه الاداره من الحين ليش سعود عدو يرسل لي في العقل الباطن شو يقول على الغباء حقه 50,000 نقطه بالساعه طلعت من المنافسه غباء ليش شو بيجيب اخوك تجيبه والله صح شو بيجيبها معليش اقطع التواصل معك عبد المحسن تفضل اذا كان هذا في نجاح الاسبوع هذا فانا معك قلبا وقالبا بيض الله وجهك جوال وهروب عندي جوال وهروب وعندي اعتداء اعتداء وعندي فصل كهرب فصل كهرب اعتداء من المتسابقين وفصل كهرب على القريه لا 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 انا عندي شغف للتمرد حلو و وحبر شيء عط 50 درجة عشان ميلا 100 طيب يا سلام طيب انا عندي موضوع ما تبي تعارض العاون انت عندك شيء؟ عندك شيء؟ ولا اقول بس احتزم في ايش؟ علمنا وش في مصيبة بتصير؟ اي شيء تمام كذا بس ابي مصيبة الحين ايش رايك مصيبة يا مبطل اتحداك تنافسني عليهم
نروح ندخل جوالات لا نروح عند خالد ناخذ جوالات دقيقه يا استاذ سلمان انا شخص سلمان اقصد كل اهل الله حق انا عندي موضوع روح انا قبل موضوعك بس انا عندي تفضل انا راح احرق القريه هذا موضوع احرقها هنا انت تمرد اسمع احرقها نادر عليك طفايه الحريق تاخذ تولع في نص القريه انا نبس في البرحه رقم واحد عزيزي جوال الحين راح ناخذه من عند خالد فهد القيس منطقه محظوره اتكلم معكم جد والله يا عبد المحسن اشياء بسيطه عبد المحسن ابيك تقلب الكنب ذا وتنطلع فوق ما لا لا هذا اسويه وانا عاقل هذه عليها 1000 نقطه 1000 نقطه اسويه وانا عاقل لا 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 ما نعرف طيب وش تبون اما نخربها السوق ولا نجي السوق شنو نعطيه يعني انا اطلع منطقه محظوره رغم انها بسيطه لكن عليها خصم هذا يروح يقلب كنبات ما عليها خصم طيب وش رايك ايش يسوي يغطي الكاميرا مصيبه مضبوط يلا نبدا سمي بالله يدم بيد يدم بيد ضد الانضباطيه حط يديك معي يا عيال اسمع انت مسوي الامور هذه اسمع يا شيخ تعال حط يديك اسمع خلاص انت مسوي الامور هذه انا براقب لكم يلا هذا هو اللي علم علينا انا براقب لكم عليك مالك عندي مخصوم عليه 1000 نقطه تعال بديكم بدون بعض يعني كذا ارضاء عدم الانضباطيه يا عيال في القريه عدم الانضباطيه نحن نحن هنا نحن نحن صح سمع يا عيال نحن نحن المتسابقين الاستوديو نعلن الحمد لله نعلن الله يديك الله عدم الانضباطيه عدم الانضباطيه لمده اسبوع قمنا نكسر يلا انا قلت انضباطيه انا قلت انضباطيه انا قلت عدم الانضباطيه هذا ما انضبط قال ما انا قلت نعلن لمده اسبوع باقي ما اعلنت انضباطيه ولا تعال شوف 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 بالله غطي الكاميرا بالكاب ابيها بالكاب بعد امسك شوف الصمله اسالك بالله شوف الصمله صالح 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 اشتغل وراك حطها اقسم بالله انه سواها يا شو اسمه يا بابا شوف عبد المحسن ايش سوى شوف عبد المحسن ايش سوى شوف 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 غطى كاميراتكم كم عليها ذي يا عيال كم عليها كم هذه عليها 5000 نقطه تدري ولا لا زين يعني انت صار 45000 تفضل كيف 45 صار 45000 مغطيها لا ما جميل مغطيها شوف صل على النبي اذا كانت في انجاح الفقره والشيخه إيه؟ فانا اللي سويتها والله نعم طيب والله تفضل جلس الله يرحم والديك وجهك ابيض ما سوى الا الواجب تبون اجيب لكم الحلويات جيبها ولا خليها تفضل يحييك تفضل اجيب لكم الحلويات هنا لا خلاص عندنا عندنا والله خليها هنا شوف انا اسعى لرضاكم في القريه اي شيء يريح متسابقين طبعا هذا هذا الشيخ صح اي شوف شوف مليان لا غير دي غير لا انا عند ضياف من جاب هذي انا الله يبيض وجهك انا الحمد لله باجتهاد يا اخي انا الله يعطيك العافيه الله يرحم والديك والمويه ترى انا جايبها ثاني انا هنا متعاقد مع اغلب الشركات في البرنامج انا مو بسعود يعني سعود انا سعود ترى مخليه قدامكم يعني شهر 3 ساعات اي لانه كذا عرفت سمين كذا وكنا مدير مدرسه اي معطيه دور انا فهمت معطيه دور انه كذا بدون ايش؟ بدون رقبه منو؟ اسلم اسلم ليتك مغطي الكاميرا لا لا خصمها لا لا انا معطيه دور هذا صدق خليني امشي طيب عيال يعني احس ان فيكم للحين خمول ايش رايك تسوي رياضه؟ انا سويت الحين على السيكل خلاص انت محسن سويت رياضه؟ والله ما سوينا خذ انت صاحب روح تدور على القرد انا ما سويت سويت؟ اي ايش دعوه؟ لا لا ابغى دعوه سويت شيخ انا بروح اشوف نادر عنده شيء تفضل روح انت بسام عندك شيء يا نادر تسوي عيشه كانك خزامه ها؟ بس لبى قلبك مرتب شعر لبى قلبك قل سوي لي وين اخيك سوي لي وين اخيك استحلى وجهي رجال كبر تقعد تشرب عصيرات زي كذا صدقت صغار خليت اخوانك والله صدق والله العظيم يا اخي والله رجل يعني يشربون بسم الله بزنان بسم الله والله العظيم يا اخي الواحد يعني صدق صدق من زمان عندي احسك انه بزر غمضتي او طالع غمضتي شفت والله احسك انه طفل لا راضي عن راضي عن نفسك راضي عن نفسك راضي عن نفسك لا بالله صدق راضي عن نفسك تمام الرضا والله اوكي احنا ما نقول شيء راضي خلاص رضاك عن نفسك تمام تدخل سم دخل ايوه شيخ 860 رمضان رمضان هذا يغني لي رمضان يا رمضان يا احلى شهر الخير يا شهر وشو
وضع نفسك انت شيخ قريه رمضان رمضان انت حتى شيخ نور الابلاء نور الابلاء شيخ قريه خلي ساعد يلبي براد يجيب العافيه احسك انك تو قايم المغرب الله احس فيكم خمول ما ادري ليه احسكم مكتئبين لما احنا مكتئبين بقدر ان احنا قايمين من النوم قبل 3 دقائق ونص يرحمك الله صحكم عون اشغالكم والله انا بصدق تسريح الان ما حصل ولا صار كفو اسلم اقسم بالله يا عيال باذن الله باذن الله بتوفيق ربي اقسم بالله باذن الله تفضل استغفر الله هذه بدايتها صمله نهايتها لا باذن الله لان ما نعلم الغيب احنا ايوه والله اني صادق انا قاعد احاول اترك العاده دي لكن باذن الله من الان الساعه 6 المغرب الى الدخوليه بيكون سلمان معكم شخص بعد الدخوليه بيكون سلمان صاطي حتى على ترك الدوسري والله والله العظيم ان ادخلكم جوالات اوه والله الله يعزك في ذمتي نريحكم من كل شيء يرفع ضغطكم ويخليكم ما تدور يدي انا حلفت بالله ما سويتها ماني بسلمان والله كفو يا سلمان ودندن واليوم نقدم طلبات المعاون معاون غير مسؤول عن القدحات هذه اللي ما لها القدحات دي اللي وقتها غلط انا غير مسؤول عنها ابن عاصم سلمان يا نوم عيني سلمان لبي اختياراتك المعاونين ما ادري ما في اقعد من قبل الى الان والله ما قاعد تعدي معك الى العشاء ما اديت يا اخي انت تدري غلطك وش ملاحي غلطك وش طيب انا كنت اخترت شيخ سابقا لا في الزعمه ذي بعد شوف اثنين كلهم سابقين كلهم عندهم سوابق شيخه اضبطهم لكم انا نصيحه خذ نادر انا نادر قادح ترى اعرف انا قاعد يسوي برجر في كذا عامل برجر كانه عدو نادر والله بس نادر انا في احس في شيء بينه وبين البرجر نادر في شيء بينك وبين البرجر هذا يا شيخ القريه ولا وش رجال ليه احس انه عدو مو برجر والله بينك بيجيب لنا جوالات بيجيب لنا سينما فانا انت قال هذه هو قال بيجيب لكم اي شيء رجال زيد حد سلمو تعال تعال قرب جاي في رجال حدد يا ولد ها انتم تقول بلغي كل شيء يرفع ضغطكم سم بلغي كل شيء يرفع ضغطكم صح ايه ادرس تفضل حط لي في خاطرك ابو صالح انا قلت انا الرجال هذا بيجيب لنا شيء متطلبات ترفيه بيجيب لنا سوالف بيجيب لنا سينما بيجيب لنا الشاشه دي فكان قسما بالله ان اعطي قرارات ان ترك الدوسري ما يقدر يخالفها السينما بتجيب ها السينما والله ما ركبت يا اليوم اني لعيشكم عيشه ملوك يا عيال الى الينا الين تروح الشيخه ليه لحد الجاي انا ابو ملاحي صدق كفو يا ابو ملاحي شرف سعد حيك اي شيء رايكم تسموني انا حيك الاسبوع ذا ما في خصم ولا على اي متسابق انا بعيش من برا احتزم خلاص ابي تجيني ولا خصم على اي متسابق الى ان تنتهي الشيخ هذا وعد مني لك كفو نطالب كمبيوترات حتى وان دخل ترك الدوسري ما بيكم تخافون منه يدخل الله لهينا يقعد في قدم فقرته بدون خصومات على أخويا لأني أنا ما أسمح بالشيء ذا زي ما أحترم لا يحترم هو محترم يعني أقصد ما يخصم علينا إيه ما يخصم علينا هذا تهديد مني الآن شديد سلمان بن ملاحي يعلن الآن تحدي كارثة ما قد مر على برامج الواقع أول قرار والله إني أتكلم جد أول قرار إعادة متجر محمد بن فرح هذا القرار رقم 1 القرار رقم 2 عدم اغلاق اي متجر المتسابق 3 عدم ترحيل الى الى شو اسمه خلف الباب 4 يدخل دخوليته ينصح فقط خصومات على المتسابقين ما فيه السادس يعلمنا عطره من وين السابع كويت الغطرة ها كيف طريقة كويت الغطرة ما لها دخل بيس مع العطر ما لها دخل مع العطر لا العطر لأن لا قراراتك لا لأني محتاج أنا يا أخي أنا الشيخ شايف نفسه رقم 8 جهزوا تصفيق حار
الخصومات اذا بيخصم شر مشين اذا بيخصم شر يخصم على فقره فلاش باك اذا اذا تمام اذا بيسوي لا لا اوكي خلاص عسير مشينا نتمشى ناكل قلي يلا مشينا